أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حيا الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، أحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر موقع الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل معنا في هذه الحلقة، أم وليد فضلي من السعودية. فضلي أم وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير، عندي سؤال. تفضلي يا أم وليد. في وحدة قريبة لي توفت زوجها، نعم، وتطلع بعض الأحيان تطلع هي مع عيالها عندهم غنم زي كذا برا، نعم، يستمرون عندها إلى الساعة وقت يعني 10-11 كذا يرجعون للبيت، هي ما تبيت اللي في بيتها، تقول هل علي حرج؟ وهي ترجع من بدري، ما ترجع طيب. على طول يعني قبل تغرب الشمس ولا يعني تستمر معهم؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا موليد. والله يجزاك خير. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. أبو عبد الملك معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سعد. الشيخ عندي سؤالين. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول، السنن الرواتب، نعم، هل إذا فاتتني سنة الظهر ما قبل الظهر أقضيها بعد الظهر، يعني 4 ركعات مع سنتين على خلال صلاة ست؟ السؤال الثاني، الصدقة هل هي شاملة على الحديث؟ نعم ملكان. عفوا ايش؟ الحديث. ايوه. بمعنى ملكان. اليوم الصدقة. يعني اللهم اعطي منفقا خلفان. ايوه. نعم. ايوه. هل هي شاملة على الانسان فقط ام على الحيوان شاملة يعني؟ طيب. السؤال الثالث. يعني قصدك انه لو اطعم حيوان او تصدق على كذا. ايوه نعم. هل الحديث يشمله ولا ما يشمله؟ نعم. السؤال الثالث، أطلب من الشيخ من المشاهدين الدعاء لابني بشفاء العاجل. شفاه الله وعافاه وأقر عينكم بشفائه يا أخي الكريم. جزاك الله خير، سلام عليكم. وزوال بأسه. شكرا يا أبو عبد الملك. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم وليد تقول بأن امرأة توفي زوجها رحمه الله تعالى وهي في العدة حتى الآن، يحصل أن أولادها يخرجون إلى حلالهم كما ذكرت إلى أغنامهم وتخرج معهم طلبا للأنس ثم تعود وتبيت في بيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأصل أن المعتدة التي توفي عنها زوجها أنها تعتد في بيت الذي جاء فيها نعيه، فلا تخرج إلا لحاجة، ويجب عليها البيتوتة في بيتها، لما جاء عند أهل السنن وصححه النسائي، إذ أنه ذكره في المجتبى، وكل ما يذكره النسائي في المجتبى في الغالب عليه الصحة، كما أشار إلى ذلك الدارقطني وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدي في البيت الذي جاء فيك نعيه، جاء فيه نعيك، اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعيه. وهذا يدل على أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي وهي تجلس معه، لكن إن احتاجت إلى الخروج في النهار أو في أول الليل لتطيب خاطرها أو لقضاء حاجتها أو لوظيفة فإن ذلك لا بأس. ومما يدل على ذلك أدلة،
وهو أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتدة الذي قد طلقها زوجها، قال: بلى فاخرجي فإنك عسى أن تصنعي شيئا أو تعملي معروفا. وهذا يدل على أن المرأة إذا أرادت أن تعمل وهي كانت موظفة فخرجت في النهار فلا حرج. ومن الأدلة على ذلك أن نساء شكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضعهن أنهن يخافن أو يخاف يصيبهن الخوف بسبب بقائهن في البيت، فقال: اجتمعنا في بيت إحداكن فإذا جاء الليل فلترجع كل واحدة إلى بيت زوجها. وهذا يدل على أن خروج المرأة التي توفي عنها زوجها في النهار أو في أول الليل لتطيب خاطرها أو لقضاء حاجتها أن ذلك لا بأس، لكن ينبغي ألا يكون ذلك كثيرا. نعم. فألا تكون المرأة ولاجة خراجة إلا لما تدعو الحاجة إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هنا أسماء وأسام تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التسوق الشبكي بكل أنواعه وجزاكم الله خيرا؟ سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز آل الشيخ أن هذه التسويق الشبكي لا يجوز بجميع أحواله، لأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بإلزام شراء. هذا الشراء إما أن يكون من هذا الشخص الذي قام ببداية التشجير، أو أنه ملزم بأن يأتي بشخص يقوم بالشراء، فمسألة الشراء هي محط دور هذا العمل الذي هو التسويق الشبكي. ولهذا فإني في هذه المناسبة أتمنى من إخواني وأخواتي خاصة النساء ألا يغتررن بمثل هذه التسويقات الشبكية الذي ربما تذهب جهودهن بلا فائدة. فإن قالت واحدة منهن أني أستفيد، فالفائدة هذه إنما تحصل في أول الهرم لكن مآلها إلى زوال. هل منكم أحد يعرف أن بزناس موجودة الآن؟ بزناس من أول من طرحت هذه القضية وكان شريكها أحد الموجودين في دول الخليج، ثم ذهبت، ثم جاءت شركة أخرى فذهبت، فجاءت شركة أخرى فذهبت، فكل هذه الشركات تبلغ حد يسمونه حد الإشباع ثم بعد ذلك تذهب، فربما تسمى بمسميات أخرى. فنصيحتي أن كل التسويق هذا الشبكي كل خداع وتغرير، ولا يجوز، لأنه أكل من أكل أموال الناس بالباطل. ومن قال أننا لا نفهم هذه الصور فليعلم أننا لدينا إشراف لبحث في التسويق الشبكي، وعندي دراية تامة على هذا الأمر. نعم. وأرى أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب على وزارة التجارة أن تمنع مثل هذه الأشياء، لأنها تخدع الإنسان وهو لا يدري. يصاب الإنسان بسعار يا شيخ أحمد، يذهب ليله ونهاره ذهابا وإيابا مجيئا وذهابا وإيابا، كله لأجل الحصول على ذلك، وربما اجتمعوا ويغرون بذلك الدهماء والذين ليس عندهم عمل ويغترون، فربما يصيبهم شيء من المال فيظنون أن هذا بداية الطفرة وبداية الغنى، وهي حقيقة نوع من التخدير الذي يصابه كل من أراد الطمع والسرع والربح السريع، والله المستعان. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو عبد الملك يسأل عن سنة الرواتب إذا فاتت الإنسان مثل سنة قبل صلاة الظهر، هل يقضي هذه السنة بعد الظهر ويجمع القبلية والبعدية سوا؟ نعم. إذا إنسان ترك صلاة السنة الراتبة قبل الظهر، وقد اختلف العلماء في السنة الراتبة قبل الظهر هل هي ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وهو مذهب الحنابلة والشافعية، أم هي 4 ركعات كما هو مذهب الحنفية واختيار ابن العباس بن تيمية؟ المسألة محتملة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يصلي أحيانا 4 وأحيانا ركعتين لأجل أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتت الإنسان ولم يصليها فليصليها بعد الفريضة. ثم إن سؤالك شيخ أحمد يقول قضاء، هل تعتبر قضاء؟ ذهب بعض فقهاء الشافعية كالغزالي وبعض فقهاء الحنابلة كابن مفلح إلى أن صلاة 4 ركعات بعد الظهر لا تعد قضاء لأن ما زالت في وقت الظهر، لكن السنة أن تكون في أول الوقت وهو قبل الصلاة، وهذا هو الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا فإنه لا تسمى قضاء، وإن سميت قضاء من باب الإدراك والمداركة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد لم أصلي الصلاتين التي بعد الظهر فصليتهما بعد العصر، وهذا هو الذي يعد قضاء. لماذا؟ لأنه صلاها بعد خروج الوقت. والصحيح الذي عليه الشافعية
وبعض فقهاء الحنابلة كأبي العباس بن تيمية أن سنن رواتب تقضى ولو بعد أوقاتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. القبل والبعد لا يغير في أن أهم شيء أنه قبل الظهر وقبل لا فرق، لكن نعم. السنة أن تكون قبل الظهر أربعة أو ركعتين، والسنة بعد الظهر ركعتين. فلو أنه لم يصلها قبل الظهر فصلاها ست ركعات، ركعتين ركعتين ثم ركعتين، فإنه لا بأس بذلك ولا تعد قضاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. معي أبو حسين من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظ هذه البلاد. حياك والله، ينفلكم على كل أنعادكم إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا أبو حسين. نسمحنا الحديث التالي. الحديث الأول، نعم اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو حسين، الله يطول. إذا رأيت الأمة ولدت ربتها، وسكنت الحديث زكت على كلمة إذا رأيت الأمة ولدت ربتها، هذا الحديث الأول. إذا رأيت الأمة، اسمعنا من سماعة الهاتف من التلفون إذا تكرمت يا أبو حسين، اخفض الصوت عندك إن شاء الله. إذا رأيت الأمة ولدت ربتها، ولدت ربتها، نعم. أن تلد الأمة، نعم. ربتها، نعم نعم نعم، هذا الحديث الأول. نعم. الثاني، الحديث الثاني، أما ترتيب الحديث، من عند اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال الليلتين، وأن تتخذ مساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة، فما معنى كلمة أن يرى الهلال قبلا؟ أن يرى الهلال قبلا، قبلا إيه؟ نعم. فيقال ليلتين وأن تتخذ مساجد طرقا، معنى كلمة مساجد طرقا؟ نعم. شكرا يا أبو حسين، بارك الله فيك. أم خالد معي، تفضلي يا أم خالد. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أختي، تفضلي. حجيت السنة هذه، نعم، ومنوا من الحملة الرجم قبل الزوال بنص ساعة بناء على نظام وزارة الحج. نعم. فما الحكم هذا يوم 12؟ طيب علينا شيء ولا؟ طيب يلا، شكرا لك يا أم خالد. أمة الله من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. عندي سؤالين. السؤال الأول بعد الفراغ من الاستنجاء وقبل غسل اليدين، هل يجوز الألمس ثيابي؟ طيب الثاني، السؤال الثاني، هل النجاسة الشخصية فقط طب الصلاة، أو حتى النجاسة المعنوية طب كذلك؟ طيب شكرا لك يا أمة الله، بارك الله فيك. معي متصل خليل من السعودية، تفضل. شام، تفضل يا خليل، السؤال بارك الله فيك. عندي أسأل الشيخ. تفضل الشيخ، أسمعك، حياك الله خليل. الله يحييك. أنا أدرس بالثانوي، نعم، وتخرجت ما شاء الله، وبدخل الجامعة، نعم، وأنا أذكر النغاش في شو اسمه ثاني متوسط. إيش غاش في ثاني متوسط خليل؟ أي نعم. طيب وهل يجوز أدخل الجامعة ولا لازم نعيد؟ الله يسر أمرك يا أخوي خليل، وتسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوات. أبو عبد الملك يسأل عن اللهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعطي كل ينزل في كل صباح، نعم، ويقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يشمل كل نفقة ينفقه الإنسان على محتاج أو على أهله أو على حيوان وطير وغيره؟ الحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث معناه الإنفاق الذي يحصل به الأجر، والذي حث الشارع عليه، فكل إنفاق أمر الشارع به فإنه يعد ذلك داخلا فيه. فلو أن إنسانا أعطى ما وجب عليه من إنفاقه على أولاد فإنه يؤجر على ذلك، لكن ينبغي أن ينوي النية الصادقة.
وكلف وقد قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، لكن لا شك أن كلما كان ذلك في يوم ذي مسغبة أو كان ذلك على أولاد صغار يتكففهم ويعفهم فإن ذلك أفضل، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار ينفق أحدكم على أولاده، ودينار ينفق أحدكم على إخوانه، ودينار ينفقه في سبيل الله أعظمها أجرا دينار ينفقه على أولاده. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له إخواني وأخواتي صحيح. وخاصة الآباء والأمهات، أن ما تعطيه أبنائك وبناتك كل صباح ينبغي أن تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، وأنك تقصد بذلك إعفافهم وعدم تعرضهم لسؤال الخلق، فإن سؤال الخلق في الأصل أنه مذموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فإذا أنت أعطيت أولادك لأجل أن يتعففوا ولا يسألوا الخلق، ولأجل أن تكون نيتهم وعزيمتهم كريمة مرفوعة، فإنك تؤجر على هذا الأمر، والله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أبو حسين من العراق عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا في أشراط الساعة الصغرى وقد تحققت، والمقصود بذلك هو أن في أول الإسلام كان صلى الله عليه وسلم لم تفتح له الفتوح من بلاد العجم، وبلاد العجم إذا فتحت فإن كثرة الفتوحات يحصل فيه إماء، فتكون الأمة هذه لم تعتق فينكحها سيدها فتلد أولاد، هذا الأولاد يكونون أحرار، وهذه الأم تلد ربتها يعني تكون سيدها، لكن ليس معنى ذلك السيد الحقيقي. لماذا؟ لأنها إذا مات سيدها فإنها تكون حرة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا دلالة على إظهار وانتشار الإسلام وكثرة الفتوحات الإسلامية في هذا الأمر، وقد تحققت والحمد لله. بارك الله فيكم. يقول أن يرى الهلال قبلة يعني فيقال لليلتين. نعم، هذا الحديث جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، ولكن في هذا الحديث ضعف. أحسنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي البختري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. ما معنى هذا؟ يعني بعض الناس أحيانا من علامة الساعة اختلاف الناس في رؤية الهلال، كما هو موجود الآن صحيح. في زماننا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكبر الهلال لا يكون صغيرا، أحيانا أول رؤية له ليلة الثلاثين يرى كبيرا، فيظن بعض الناس أن هذا الكبر إنما كان بسبب أن علينا غرة لليلتين. فكأنه يقول هذا الكبر في الهلال كأنه ابن ليلتين، ويقول الآخر هو ابن ثلاث من شدة كبره. فلما سأل ابن عباس فقال: متى رأيتموه؟ قالوا: رأيناه ليلة كذا. قال: هو لليلة رأيتموه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. فكون الهلال يكون كبيرا أم صغيرا لا أثر له من حيث أنه هل هو بن ليلة، هل رؤية أمس أو هو طلع أمسا أو لم يطلع، فهذا من علامة الساعة وفي آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث كما قلت أحسنها حديث ابن عباس، وإن كان بمجموع طرقها يدل على أن من أشراط الساعة، ولكن كما قلت هذه أشراط الساعة الصغرى أو الوسطى، والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم خالد تقول: حججت هذه السنة. هو يقول الشيخ: وأن تتخذ المسجد المساجد طرقا. نعم، طرقا. هذا الحديث جاء من حديث جابر عند البيهقي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا. ما معنى؟ أحيانا يكون المسجد بين سكتين، فيفتح له طريق من هنا ويفتح له طريق من هنا، فإذا أراد الإنسان أن يعبر هذه السكة إلى السكة الأخرى يجعل المسجد يتخذ طرقا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد طرقا. وليس معنى ذلك أنه يمنع من دخول الحائض إذا كانت تقضي حاجة وسريعا، فهذا سائغ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان بعض العلم يرى أن دخول الحائض إنما كان بيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيح: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت حائض واضطرت للدخول فإن تدخل سريعا وتقضي حاجتها، هذا لا حرج فيه. وكذلك المسافر الذي عليه جنب لا حرج أن يدخل المسجد إذا كان محتاجا ويشق عليه الاغتسال وربما لا يجد، أن يدخل قليلا سريعا ثم يخرج، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعابر السبيل يعني أن العابر السبيل يجوز أن يعبر
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وقد جاء ذلك في حديثي من قول حذيفة ومن قول ابن عباس في تفسير هذه الآية والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. خالد تقول حججت هذه السنة ضمن حملة، وكان من الترتيب أن نرمي قبل الزوال يوم 12 بنص ساعة، هل حجنا صحيح أم لا؟ إذا كان الجهة قد أمرتهم بذلك فهذا إن شاء الله يرفع الخلاف. ومسألة الرمي قبل الزوال في اليوم 12 قد قال به بعض فقهاء الحنفية، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو قول لعطاء وطاووس، وقد روي عن ابن عباس كما روى عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس رمى الجمار في النحر في النفر الأول ضحى ثم صدر، وهذا لا يتأتى إلا في اليوم 12، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد جاء أيضا عند الفاكهة في أخبار مكة من حديث ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أقبلت أقول هل رمى أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر، قالوا لا، ولكن هذا أمير الحج عبد الله بن الزبير قد رمى، قال فجالست عند فسطاط بن عمر حتى إذا زالت الشمس خرج ابن عمر فرمى الجمار. وهذا يدل على أن المسألة اختلف فيها الصحابة، وإذا اختلف الصحابة في المسألة فإن القول بكلا القولين سائغ، كما قال عبد الله العبد الصالح عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأنهم إذا اتفقوا رأيت أن من خالفهم على ضلال، فإذا اختلفوا فالأمر في ساعة، فهذا يدل على أن الأمر في ساعة والحمد لله. والحنابلة معروف عنهم المذهب عند الحنابلة أن الرعاة والسقاة يجوز أن يرموا قبل الزوال، وهذا يدل على أنه وقت للرمي. نعم. والمسألة محتملة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لكن هذه المسألة لا ينبغي أن يضلل فيها المخالف أو يقال أنه متهاون في الدين أو أنه متساهل، هذه المسألة ينبغي أن تحاكم بالأدلة والنصوص الشرعية، ومتى وجد الخلاف في هذه المسألة عند المتقدمين فلا ينبغي أن يضلل فيها الإنسان في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. سديم تقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث ثوبان في ذنوب الخلوات وحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، مع العلم أن الإنسان من طبعه حين يذنب يستتر عن الأعين؟ نعم، هذا حديث ثوبان رضي الله عنه جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأناس من أمتي بأمثال جبال تهامة، ثم يقول الله تعالى كون هباء منثورة، ثم قرأ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورة، قالوا يا رسول صفهم لنا صفهم لنا جلهم لنا، قال أما إنهم لا يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا يدل على التهاون في فعل المنكر، هو يستتر عن الخلق لكنه لم يعظم الله حق التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأما المسألة الأخرى فهو زاد على الاستهانة بالمنكر على أن أظهر ذلك، فهذا أشد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن ذنوب الخلوات قد تفضح الإنسان في آخر حياته، فينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار، أدم الاستغفار. وقد قال لقمان الحكيم لابنه يا بني أدم الاستغفار فإنك لا تدري لعلك تجد بابا مفتوحا. ولا يغرن الإنسان قول الشيطان أنت تذنب وتستغفر، هذا تلاعب، لا يهمك هذا، بل أكثر من الاستغفار، فإذا فعلت الذنب فأكثر من الاستغفار، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يستغفر وأن يكثر الاستغفار، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبي فاغفر لي، قال الله قد غفرت لك، ثم إنه قد أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله قد غفرت لك، ثم إنه أذنب ذنبا فقال ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين، ومعنى ذلك يعني ما دمت أنك كلما أذنبت استغفرت فإنك على خير، ولا يستغفر الإنسان إلا وهو نادم على ما فعل، والندم توبة كما جاء ذلك في الأثر، فإذا عزم على ألا يعود وندم على ما مضى وأقلع عن الذنب ثم إن فعل بعد ذلك فإنه يفعل الشروط الثلاثة، والله يتوب على من تاب، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. الذي أريد أن أبينه
هو أنه لا ييأس الإنسان من كثرة الاستغفار، ولا يغتر بقول بعض الناس أستغفر الله من كلمة قلتها لا أدري معناها. هذا كلام من كلام البشر، لكن خير الأمور ما جاء عن النص. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها المنافقون، لم يقل أيها العصاة، بل قال أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا كان الخطاب لأهل الإيمان فإن غيره من باب أولى. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله في كل سره وعلانيته، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد من الجزائر معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. في عندي سؤال على الزكاة. تفضل يا سيد. البضاعة. تفضل. في عندي بضاعة يعني اللي دار عليها حوالي 6 أحوال. نعم. يعني 6 سنوات. نعم. كيف أقيم يعني بضاعتي لأزكيها؟ لم تزكى هذه خلال 6 سنوات. لا لا، زكيت عليها العام الماضي. مضى عليها عفوا، تقول مضى عليها 6 أعوام كلها زكيات؟ كل عام أزكي عليها. الحمد. كل عام أزكي. نعم. يعني في العام هذا فيه بضاعة جديدة. نعم. أزكي على البضاعة الإجمالية أو كيف أقيم بضاعتي لأزكيها؟ سؤال ثاني، مثال عندي القيمة أعطيها للزوجة، مثال اللي تبلغ النصاب، هل أزكيها على كل عام ولا مرة واحدة؟ ماذا يا أبو يا أستاذ محمد؟ نعم. السؤال الثاني لم أسمعه. في عندي مبلغ. نعم. أعطيها للزوجة. نعم. ويبلغ النصاب، هل أزكي عليه كل عام أو مرة واحدة؟ يعني مصروف للزوجة يبلغ نصابا وحال عليه الحول. نعم. هل يزكى كل عام؟ نعم. كل عام او مره واحده فقط؟ طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. معي متصل عبد الرحمن من السعوديه، تفضل. اخوي عبد الرحمن من السعوديه، تفضل. اخوي ام محمد من السعوديه، تفضلي. ايوه تفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا يعني عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول إنه زوجي يتوفى، وبعدين كان في مبلغ بتاع 3000 ريال. نعم. على أساس إنه هو عاوز يوديه يعني في بلده في غرية كده عشان يعمل مسجد. نعم. يعني صغير كده، فالحتة كان فيها شوية مشاكل وحرب وكده، فهو ما قدر يعمل المسجد ده. فأنا عايزة أعرف المبلغ ده يعني أنا أدفعه كيف. كيف قال لكم يا أختي محمد؟ قال هالمبلغ هذا يعني خصصه وقال هذا للمسجد أو سأدفع أو سأدفع؟ يعني هو يا أم محمد. أيوة. هو عين المبلغ، قال هال3000 هذه أبني بها مسجد في القرية. أيوة. ولم يتيسر أو قال. أيوة. إن شاء الله يبني بها مسجد، لكن يعني حتى في الغرية. أي. خصص المبلغ وحدد المبلغ وعرفتوا المبلغ هذا؟ أيوة. طيب. يعني أخرجه من ملكه؟ هو موجود المبلغ، يعني قال سأنفق 3000 للمسجد الفلاني. أي. طيب بارك الله فيك، شكرا يا محمد. السؤال الثاني. نعم نعم تفضلي. أي السؤال الثاني إنه هو برضو عنده أخته متوفية. نعم. فكان يجمع مبالغ وأطفال صغار، فيعني يرسل لهم المصاريف يعني في الأعياد وحق المدارس وكسويتهم وكذا، فصار المبلغ هذا من ضمن القروش حقتنا نحن، يعني من ضمن المبالغ حقتنا. تعرفونها كم تتوقعين المبالغ هذه؟ والله يعني يعني المبلغ يمكن كم، 20000 ريال. الخاص بأولاد أخته؟ أيوة. طيب فالحين نحن عند المبلغ يعني عندنا بيت وعندنا يعني جنينة صغيرة، فصارت ومبلغنا فصار كده التركة حصروها. نعم. كويس.
يا أم محمد الله يحفظك اسمعيني. كان أبو محمد الله يرحمه يجمع فلوس لأولاد أخته. أيوة. وكان يجمعهن مع حسابه، يعني عنده مثلا 5000 وجمع 5000 و6000 واختلط مال هؤلاء الأيتام بماله. أيوة. ثم توفي. أيوة. لا تعلمون مقدار هذا المال أنتم؟ لا أنا أعرفه، هو خلص. وريني. طيب. أي. أنت تعرفينه؟ أيوة. طيب. الإشكال الآن وين؟ الإشكال إنه طبعاً هو يعني أنا عندي 3 بنات وعندي ولد معاق، وهو عنده أبوه راجل كبير موجود، فأسي حصروا التركة. إيه. فأنا عشان مثلاً هحطلع القروش دي من حقات أولادي الأيتام، أو أقول لهم هو مطلوب ديون، أو اتصرف كيف يعني؟ إيه أنت تبين مسوغ أن تطلع هالفلوس هذه من ذمتكم. أيوة. لأصحابها. أيوة. ولا ترغبين فيها أنت أو. أيوة. طيب. أيوة. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا. حياك الله يا محمد. الله شكرا لكل الإخوة الله والأخوات. الله يبارك فيك. وأستاذنكم فضيلة الشيخ والإخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد بوقائكم ومتابعتكم. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في منطقة الرياض قد أخذت على عاتقها عزما في مشروع كبير، ألا وهو وقف تحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة. إننا إذا بادرنا بهذه القطرات جمعنا نهرا يتدفق ليصب في بحر عظيم، وإن كان أهل الضلال يجمعون الناشئة والأطفال ليعلموهم الرقص والخنا والفجور والفساد والغنى وغير ذلك، فنحن نعلم كتاب الله عز وجل. نحن نفتخر بما نقدم، وما نبذله يدخر لنا عند الله عز وجل، وحجاب لنا عن النار يوم القيامة. ومن أعظم أسباب دفع البلاء وحصول الشفاء ودفع الأعداء ورضا رب العالمين وحده لا شريك له. من هنا أقول يا معاشر الأحبة، إن الخير الكثير الذي انتشر في أنحاء مملكتنا الغالية، هذا الوطن المعطاء الكبير، المملكة العربية السعودية، هذه الحلقات التي انتشرت في الجبال والسهول والبر والبحر والساحل والأماكن القاصية والدانية، من أعظم الخير الذي فيها جمعيات تحفيظ القرآن، وجمعية تحفيظ القرآن في الرياض من أبرزها. إني أناشد وأشفع وأدعو وأذكر نفسي والجميع بأن يكون لنا الحظ والسابقة واليد الطولة والقدم الراسخة في البذل والعطاء لهذا المشروع المبارك. اللهم إني أسألك أن تخلف على كل من بذل في وقف جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. اللهم ابسط له في عافية بدنه وسعة علمه ورزقه وصلاح قلبه وعمله ونيته وذريته. اللهم فاجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم صب عليه الرزق صبا، واجعل رزقه رغدا، ولا تجعله نكدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والروح والريحان جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. لإعلاناتكم على قنوات شبكة المجد يرجى الاتصال على الرقم 0501 22 00 11. عقيدة أوباما في الشرق الأوسط، هل فرضتها المصلحة أم هي عقدة من المنطقة؟ إرث ثقيل يتحمل أوزاره خلفه أم يتخفف مما خلفه؟ تمخضت الانتخابات الأمريكية فجاءت هيلاري وترامب، أيهما سيكفر بعقيدة أوباما؟ يأتيكم الليلة 10:30 مساء. Oh.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله يا شيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أو من الأخت الكريمة أمة الله من ليبيا، تسأل عن الفراغ حين، هل النجاسة الحسية تبطل الصلاة أم كذلك النجاسة المعنوية؟ المقصود بالنجاسة الموجودة في الثوب يعني؟ نعم مثلا يبدو ذلك. أي ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن النجاسة الموجودة في الثوب إذا صلى الإنسان وهو يعلمها فإن صلاته تبطل، لأنهم يرون أن إزالة النجاسة من شروط الصلاة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها ليس من شروط الصلاة، وإنما ذكرت هذا الخلاف لأنها واضح أن الأخت من بلاد المغرب فهي مالكية المذهب عند قومها. والذي يظهر لي والله أعلم أن النجاسة إذا صلاها الإنسان متعمدا فإن صلاته لا تصح لأنه خالف النص، وأما إذا كان جاهلا أو معذورا في ذلك فإن الصلاة صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما مسألة أنها هل هي شرط، فالراجح أنها ليست بشرط وإنما هي واجبة والله أعلم. بارك الله فيكم. تخاصم شخصان فضيلة الشيخ لمدة 40 يوم أو يزيد على ذلك، هل يتوقف رفع أعمالهم ولا ترفع لهم أعمال؟ المعروف بظاهر النص أنه ترفع يتوقف، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحان، وقال صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالإنسان على خطر عظيم، فالواجب عليه ألا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا على إخوانه، فإذا كان ذلك بسبب أنه قد ظلم فهذا شأن آخر، فإن المظلوم لا يلزم أن يرضى على صاحبه، لأن الله يقول ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وهذا لا يتأتى لكل أحد. أما إذا كان ذلك لأجل أمور تافهة فإن وليس أحد مظلوم أو غيره، وإنما هي كلمات ربما تجرح ولا تؤثر، فهذا ينبغي الإنسان أن يتراجع وأن يسلم على أخيه المسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من مناير العثمان، تقول فضيلة الشيخ هل يجوز إذا طفنا بالكعبة أن نجمع طوافا آخر وتكون سنة الطواف بعد هذين الطوافين؟ صح عن عائشة رضي الله عنها كما رواه ابن أبي شيبة وكما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم أنها كانت تجمع سبع، يعني سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين ركعتين ركعتين. وثبت عن الزهري أنه أنكر ذلك وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا مذهب جمهور العلم. ولهذا نقول أن الأفضل أن يصلي أن يطوف سبع ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، فإن فعل فإننا نقول إن شاء الله حرج، لكن لا ينبغي أن يفعل لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يصلي ركعتين أثنى بعد كل سبع، والله أعلم. بارك الله فيكم. كذلك تسأل تقول إذا صلينا الظهر في الحرم وكنا سنسافر بعدها لجدة وموعد الإقلاع في 3 عصرا، هل يجوز أن نصلي ركعتي العصر في الحرم؟ شلون ركعتي العصر؟ يصلون العصر يعني بعد الظهر، يعني رحلتهم الساعة 3 في، يعني يجمعون؟ نعم يجمعون. إذا جاء لا بأس أن الإنسان يجمع الظهر مع العصر، لا حرج في ذلك، لكن ينبغي أنه إذا صلى الظهر أنه يكون بينهما متوالية، لا يكون بينهما فصل طويل، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلاف لأبي العباس ابن تيمية. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا عد جمعا إلا إذا كان بينهما وقت يسير جدا بحيث لا يكون هناك فاصل طويل عرفة، والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سديم تقول فضيلة الشيخ هل من أوصى قبل موته أن يدفن معه ثياب العمرة أو إحرام العمرة وجلب معه بعض التراب من البقيع وكتب ورقة يترجى فيها رحمة الله، هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ وصيته، هذا من البدع. نعم. هذا من البدع، فإن الإنسان التبرك ينبغي أن يكون التبرك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن التبرك بمثل هذه الآثار لا يثبت وهي من البدع أقرب، والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. خليل تخرج من الثانوي يريد أن يدخل الجامعة، يقول أذكر أني غششت في أحد المواد في الثاني متوسط، هل يجوز لي أن أواصل دراستي؟ نعم واصل دراستك يا حبيبنا، وليس عليك شيء، والواجب عليك أن تستغفر وتتوب إليه، ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت لهذه الوساوس. نعم الواجب عليه التوبة والإنابة، أما أن يخرم مستقبله بهذه الحجج الواهية فهذا من الشيطان، والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أمان العبد الله تقول أخذت عمرة ونسيت السنة بعد الطواف، هل يترتب على عملي هذا شيء؟ صلي الآن وهي في بيتها، وهي في بيتها إن شاء الله يمتد المكان حتى بإذن الله. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الركعتين بالأبطح. نعم. وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام، فإذا جاء
جاز أن يكون ذلك في خارج المسجد فإن ذلك يدل على أنها لو صلت في بيتها لا حرج عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم معاذ من الكويت معي, تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله, حياك الله. يا فضيلة الشيخ, نحن في تحفيظ قرآن. نعم. وما نسمع المؤذن, نسمع الصلاة بس يعني لا سجد على الأرض ما نسمع, ونعود نصلي منفردات, هل يجوز ولا لا؟ عفوا تعديني يا أختي, أنتم في تحفيظ القرآن تصلون في المسجد؟ أيوة نصلي في المسجد, ما في الدورة الأرضي تحت في التحفيظ. إيه تصلون مع الإمام؟ أيوة أيوة. وش الإشكال أنكم ما تسمعون التكبير؟ لا ما نسمع الصوت, يعني إذا سجد في الأرض ما نسمع الصوت. والقراءة والتكبير تسمعونه الآخر؟ أيوة أيوة نسمع القراءة والتكبير بس إن يعني لا سجد في الأرض ما نسمع. طيب شو ماذا تعملون إذا سجد؟ نصلي يعني نعود نصلي من فردات ما بنصلي معه. ثم إذا قام رجعتوا مع الإمام؟ أيوة. طيب تسمعني في سؤال آخر معه؟ السؤال الثاني, هذه الشيلات اللي استأشوف الناس كلهم استمروا فيها يجوز ولاها حرام؟ طيب. السؤال الثالث, هذه مضربة الحشرات هذه السعدية الكهرباء حلال ولا حرام؟ المضرب هذا حق الحشرات الناموس. أيوة وغيره. ايوه اللي فيها بطاريه. البطاريه نعم. ايوه شكرا لك يا ام معاذ, بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ. الاستاذ محمد من الجزائر يقول عندي بضاعه في محل وزكيتها خلال 6 سنوات الماضيه ودخلت بضاعه جديده الان, كيف اقيم هذه البضاعه ومتى اخرج زكاتها؟ اذا كانت هذه البضاعه اخذتها بالتصريف فإنه ليس عليك الزكاة لأنها دين عليك. نعم. وإنما الذي يزكي الدائن المالك. ولكن إن بعت فإن إن حال عليه الحول فإنك تزكي الربح لأنه صار ملكا لك. فإذا كنت قد أخذت مثلا بألف فبعتها بألف وخمسمائة فتزكي الخمسمائة. الحالة الثانية أنك اشتريتها بملكك ثم أردت أن تقيمها وأنت تريد أن تبيع أن تبيع تفريقة, فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا أراد أن يقيمها فإنما يقيمها جملة فلا يقيمها بسعر تفريدا بسعر السوق. نعم. لأنه إنما اشترى بهذه الطريقة فيزكيها بهذه الطريقة. إذا طاعت على 100 ألف إذا كان إذا كان اشتراها بمئة ألف وهي بمجموعها لكنه لو أراد أن يبيعها متفرقة صارت بمئة وخمسين مثلا. نعم. فلا يزكيها 150 لماذا؟ لأنه لا يدري هل يبيعها بهذه الطريقة أم لا, لكن المتيقن أن قيمتها بالجملة 100 ألف والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول أنا أعطي زوجتي مبلغ أو لزوجتي مبلغ مصروف ويحول عليه الحول, هل يزكى كل سنة؟ إذا كان نقدا فإنه يزكى إذا بلغ نصابا كل سنة, إذا نعم. بلغ نصابا وحال عليه الحول, ولا يقال أنني وضعته لأجل نفقة أو لأجل يتزوج لأن هذا النقد لا يجوز أن يترك الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا والله أعلم. نعم بارك الله. من اعتاد أن يخرج زكاته في مثلا في رمضان ثم سنة من السنوات أخرها إلى شوال هل عليه إثم؟ إذا كان شهر نعم. إن شاء الله لا بأس بذلك وهذا مذهب الجمهور, خاصة إذا أخرها لفقير معلوم أو لحاجة بلد أو لقريب لا حرج, أما أن يؤخرها من غير شيء فالأصل أن الزكاة تجب على الفور ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها من غير عذر والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم محمد تقول بأن زوجي توفي رحمه الله وكان قد خصص مبلغ وقال هذا 3000 ريال أبني به مسجدا في قريتي ونتيجة للحروب والنزاعات لم يستطع إيصال هذا المبلغ ثم توفاه الله, هل يمضون هذه الوصية؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس هذه الوصية, هو نوع يحدث به نفسه فيقول سوف أخرج وسوف أذهب, وهذه 3000 لم تخرج من ماله, لم يعني لم تنفصل من ماله ولم يقل هذه وقف, فإذا كان كذلك فذهب جمهور أهل العلم على أن الإنسان لو قال أريد أن أتصدق بكذا ثم لم يريد ذلك فإن ذلك له, لأنه لا الصدقة لا تخرج من ملك صاحبها إلا أن يقبضها الفقير أو وكيله أو يخرجها من ماله فيعينها, وأما إذا لم يعينها فلا, لكنه لو قال أوقفت 3000 هذا شأن آخر فيجب عليه إيصالها لأصحابها والله أعلم. هل إذا مثلا جنبها جانبا وكتب نعم. عليها ورقة هذا حينئذ تعينت. نعم. أما أن يقول من مالي سوف أعطي 3000 هذا لا يجب عليه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول زوجي كذلك كان يجمع دراهم وفلوس لأيتام أخته ويعني من الأقارب ثم توفاه الله عز وجل قبل أن يوصلها إليهم وقدرها 20000 ريال. نعم. تقول أنا أعلم من هذه الخاصة بهؤلاء الأيتام وليست ضمن ما خلفه لنا, لكن كيف أخرجها
وكيف أقنع الورثة ومن قدروا هذه التركة بأنها لأولئك الأيتام؟ تقول لهم، تقول تجمع الورثة وتقول لهم أشهد بالله العظيم أن 20,000 من المال زوجي هي ملك لفلان أو لأولاد فلان لأنه جمعها من غير ماله، فإن امتنعوا فإنها لا تأخذ بمقدار هذا المال. يعني إذا قلنا 20,000 ولها من النصيب 10,000 أو 3,000 فإنها لا تأخذ 3,000 وتعطيها هذه المرأة أو أولاد هذه المرأة، وكل من كان تحت يدها من أولادها إذا أخذوا وقسمت تأخذها لأنها ولية عنهم، فتعطيها من كان المال لهم وكان زوجها وكيلا عنهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أم أبرار تقول: هل فضيلة شيخ يجوز أن أحرق المصحف المتهالك عندي بالبيت أم ماذا أفعل بها؟ الأرسل تحفظ القرآن من المسجد؟ إذا كان متمزق ولا يمكن إصلاحه فإنك لو أحرقتيه وثم دفنتي هذا الرماد فهذا حسن، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. معي متصل. أم معاذ فضيلة شيخ، أو قبل ذلك هنا سائل عبر الواتساب يقول: فضيلة شيخ، أخذ أولادي عمره ورجعوا وقد نسوا التقصير، فماذا عليهم؟ إذا كان الوقت قصيرا فإنهم يحلقون ولو كانوا في بلدهم، وأما إذا طال الفصل وقد فعلوا بعض المنكرات وبعض وقد فعلوا بعض المحظورات، فإن إذا كانوا جهال فإنهم أيضا يقصرون أو يحلقون ولا شيء عليهم، وأما إذا تركوها وتهاونوا في ذلك فإن الأولى وقد حلقوا رؤوسهم من غير شيء أو فعلوا بعض الأشياء مثل جامع وغير ذلك، فالأولى أن عليهم دما لأنهم تركوا حينئذ الحلق. وعلى هذا فهي ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يرجعوا ولم يفعلوا لجهلهم فنقول احلقوا أو قصر ولا شيء عليكم، الثاني أن يكونوا قد فعلوا بعض المحظورات وهم نادمون على ذلك فنقول أيضا احلقوا وقصر ولا شيء عليكم، الثالث أن يكون قد جامعوا نساءهم فحينئذ نقول يجب عليكم دم لأنكم حينئذ قد تركتم الحلق، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل المال المدخر في البنك يلزمه زكاة؟ نعم يلزمه زكاة إذا حال عليه الحول، والله أعلم. بارك الله فيكم. بعض الناس فضيلة الشيخ عنده مبلغ من المال إما لأيتام أو لإرث لم يقسم أو نعم. لأي سبب من الأسباب نعم. ويظن أن لا زكاة عليه. هذا كثير يا شيخ أحمد، المال الذي يكون للورثة ويتأخرون في عدم زكاة، فيجب على كل من ملكه أن يزكي لما مضى من السنين، لأن الإنسان الوكيل لا يجوز له أن يزكي إلا بإذن الموكل نعم. وعلى هذا فإذا كان هناك نقد موجود قد تحرر لهم فلا يجوز أن يؤخروه، والله أعلم. بارك الله. وإذا لم يتحرر بمعنى أنه شركة ولا يعلم أو أنه عنده شركة فهذا لم يتحرر أنه ملك الله حتى يتبين التصفية. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أم أيمن من الجزائر معي، تفضلي. تفضلي أم أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم أيمن. عندي بوجدت عقد من ذهب نعم، والعقد هذا وجدته في طريق نعم، وعنده مدة العقد هذا عنده من قدارة 3 أشهر أو 4 أشهر من اللي وجدت العقد هذا نعم، وحبيت أعرف يعني ماذا أفعل بالعقد هذا، هل نعم. يعني أستطيع أن أمتلكه لنفسي أو يعني ماذا أفعل به؟ أعلنتي عن هذا العقد أنك وجدت عقد كذا أو عرفتي في المكان اللي وجدتي فيه ولا ما عملتي شيء من 3 أشهر؟ لا أنا ما عملت شيء لأنه العقد ده وجدته في مكان يعني مكان في طريق، والمكان هذا فيه يعني فيه حنفية عماء يأتي الناس من يعني من كل مكان ليأخذوا الماء هذا المصالح بالشروب نعم. ثم ما عرفت كيف ما لم أعرف كيف يعني. طيب عقد ذهب هذا عقد؟ نعم يا أخي عقد من الذهب. طيب شكرا لك يا أختي. في سؤال آخر؟ لا شكرا لك. أبو محمد من العراق تفضل يا أخي. أبو محمد من العراق تفضل. معنا أبو محمد، تفضل يا أستاذ. وفاء من السعودية تفضلي. ألو. تفضلي وفاء. أيوه. تفضلي السؤال. أنا. اسمعني من سماعة الهاتف يا أختي. اسمع أنا أصلي دائما تمام.
والحمد لله يعني ملتزمة بصلاتي. يا وفاء أختي. أيوة. وفاء الله يحفظك. اسمعيني مسمعت، اخفضي التلفزيون عندك واسمعيني مسمعت الهاتف. طيب طيب. أنا دايما أصلي الحمد لله، وده من يوم طلعت هنا يعني ما كنتش أحس بأي تعب أو أي شيء يجيني كده زي القلق والخوف. وبعدين لما انخطبت كنت أحس يعني أصلي وأحس كده بوسوسة وشي يقول لي أنت غلطانة أنت مدري إيش وكده، الشك عندي واصل. يا أختي وفاء، أنت كنت تصلين بحمد الله وعلاقتك بالله عز وجل علاقة مستمرة، وثم يعني بعد أن تمت خطبتك حصل لك وساوس في الصلاة وغيرها؟ أيوة. طيب تسألين عن هذه الوساوس وأسبابها؟ أيوة شيخ. طيب الشيء ثاني أنه نقص يعني شفت مخطيبي واصل ومقدس يعني أذكر الله كثير والحمد لله وأقرأ القرآن وأقرأ سورة البقرة يوميا وأسبح كثير، بس ما شيء يعني مستمر معك هذه الوساوس؟ تسمعين الإجابة. شكرا لك يا وفاء. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا السؤال من الأخت الكريمة معاذ من الكويت تسأل، تقول نحن نصلي في منتظمات في تحفيظ حلقة تحفيظ القرآن في المسجد ونصلي مع الإمام حين يصلي، لكنه حين يهوي للسجود ينقطع صوته، وحين ينقطع نحن نكمل منفردات، وإذا قام إلى الركعة وأتى الصوت نعود معه مأمومات، هل فعلنا هذا صحيح وماذا يجب إذا كان غير صحيح ما المشروع؟ الواجب أن يبين للإمام أو القيم للمسجد أن ما يفعله بسبب هذا ينبغي أن يعدل ويصحح. نعم. وأما إذا كان قد صلينا وقد فعلنا جميع الأركان، بمعنى أنه إذا انقطع صوته يسجدنا ثم يجلسنا بين السجدتين ثم يسجدنا ثم يقوم، فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة، لكن ينبغي أن يبين الإمام أو قيم المسجد هذا الانقطاع بحيث يوضع ميكروفون عند السجود بحيث يسمع من خلف الإمام أو خلف المصلين. بارك الله فيكم. تسأل عن مضرب الحشرات البطارية هذا القاتل. هذا مبني على مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهل هذا من النار أم لا؟ الأولى ترك هذا والله أعلم. بارك الله. كذلك الصاعق الكهربائي الأولى تركه، لأنه يشبه أن يكون ذلك من التعذيب بالنار والله أعلم. بارك الله فيكم. الأولى تركه. أم أيمن من الجزائر تقول وجدت عقدا من الذهب وحول حنفية من الماء يرتادها كثير من الناس لتعبية ما لديهم أوعيتهم من الماء، تقول له 3 أشهر لم أعرف، ماذا أفعل؟ أنا سمحت للشيخ أحمد هاللقطة هذه الناس يظنون أن الأخذ لها هو الأفضل، ينبغي أن نحدد ذلك بثلاثة أحوال. نعم. الحالة الأولى أن يأمن الإنسان على نفسه في حفظها، أمانته أن يأمن على نفسه ولا يخشى عليها الضياع. نعم. يعني ليست في أرض مهلكة، فهذا الأفضل تركها كما هو رأي ابن عباس. نعم. وابن عمر. الحالة الثانية ألا يأمن على نفسه. نعم. فإن هذا يحرم عليه فعله. والثالث أن يأمن على نفسه ولكنها في أرض يخشى عليها الهلاك، فنقول الأفضل الترك. الأخذ. نعم. إذن ما يفعله كثير من الناس نقول الأفضل أن تتركها. نعم. فإذا أخذتيها فإنك يجب أن تعرفيها سنة. نعم. ويقول بعض فقهاء الحنابلة أن تعرفها كل يوم لمدة أسبوع. نعم. وكل أسبوع مرة لمدة شهر، وكل شهر مرة لمدة سنة. نعم. وهذا يدل على أنه ينبغي أن تذهب إلى هذا المكان وتضع لوحة وتقول من فقد عقدة من الذهب ليخبر لي. نعم. بارك الله فيكم. نحن في الدقائق الأخيرة، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعتذر من الأخت الكريمة وفاء من السعودية لانتهاء الوقت، سأعرض سؤالها إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.